السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو القطيع اللي كان فقس منه، هو خليط سلالات تقريبا شي 3 ديال السلالات. اما بالنسبة للسلالة ديال الله ما بالك، الابيض حجم مزيان، فروج كيوزن 3 كيلو. هاد الفتاة كنجمع البيض عندهم باش نوضعو في الفقصة ان شاء الله. عزلت البيض لي هو مزيان من النخولة. هاد النخولة هادي غادي نعطيها لود القبابي تغدى عليها. هذا هو البيض لي حيدت لأن الأغلبية فيه مهرسة. إن شاء الله غادي ندخلو للفقاسة. وإن شاء الله تكون النتيجة تخرج في النتيجة اللي هي كنتمناو. فقاسة عادية صناعة منزلية جد عادية وبسيطة. بالنسبة للإنسان اللي عنده دجاج قليل غادي يكبر المشروع، ضريب داير بحال هاد الشكل هذا. شحال هادي ما خدمتها، غادي نجربها نوضع فيها البيض ديال الدجاج من الإنتاج ديال القطيع عندي. ومن بعد 3 أيام إن شاء الله غادي نزيدها البيض ديال السمان. نطلبهم الله، الله يسهل الأمور. هادي هي الكمية اللي غادي ندير. بالنسبة حيت البيض اللي هو صغير لأن كيخرج فيه الفلوس ضعيف شوية، وكاين وكيكون عرضة للأمراض. البيض اللي هو حجم متوسط مزيان إن شاء الله نتكلو والله. بالنسبة لهاد البلاستيكة هذه، هي راه بلاستيكة ديال الكوزينة كيوضعو فيها الأواني المواعين، واستغليتها باش نحط فيها البيض ديال الدجاج وإن شاء الله نزيد ديال السمان. بالنسبة للتقلاب غادي تكون سهلة لأن لابد تخلي واحد شوية ديال الأماكن في واحد المكان فارغ تكون خاوي على حساب التقلاب. هادي الله بيدي تكون سهلة، يعني ما تعمرها كل شيء غادي تزيا، ما تلقاش باش تقلب تعود تقلبو وغادي يكون فيه الكسر. هاد البيض ديال السمان اللي غادي نضيف ليه بعد 3 أيام إن شاء الله. غادي نركب البولات مصابيح. بالنسبة للمنطقة عندنا هنا الجو حار، يقدر توصل درجة الحرارة حتى 47 درجة، لهذا كنكتفو غير بواحد البولة اللي هي ديال 25 واط. يعني الفقاصة اقتصادية في الكهرباء حتى الحد، ما كتكلفش حاجه اللي هي كثيره. دونك غادي نخدم الفرافرق. الفرافرق اليوم غير ديال البي سي ديال الحاسوب. فقاسة بسيطة سهلة في التصنيع، يمكن لأي كان يصنعها في المنزل، ما كتكلفش حاجة اللي هي كثيرة. وتحياتي للشباب المغربي اللي بدع وطور هذا المجال ديال الفقاسات بنسبة التفقيس ممتازة وبأثمنة مناسبة. غادي نضيف الماء
باش نحصلوا على الرطوبه اللي كتسهل عليا بدورها في تقيس البيض اللي كترطب القشره ديال البيضه اللي كيسهل على الكتكوت باش يخرج. هذا هو اللي كيتحكم في الحراره والرطوبه. باش تعرف واش الحراره مرتفعه الا ركبت ليها الضوء 31.8 ديال الحراره، يعني بولا ديال 25 واط. هذا بيض ديال المنزل عندي، يلا خليط السلالات. من بعد ما دازت 3 ايام على البيض ديال الدجاج غادي نضيفوا ليه ان شاء الله البيض ديال السمان، لان الفرق اللي كيكون بيناتهم 3 ايام. البيض السمان كيخرج في 18، ديال الدجاج كيخرج في 21 يوم. هاد الطريقه ملي كنسبقوها د 3 ايام باش ملي كيخرجوا كيخرجوا في واحد النهار، لا السمان ولا الدجاج. واذا درجه الحراره مرتفعه الجو سخون سنحتفظ على البيض ملي كنجمعو مع الدجاج ولا مع السمان بعد بليس اماكن اللي تكون بارده باش نحتفظ عليه، لان مع الحراره دغيا كيخسر. حالتي الى غادي نقومو بعملية التقلاب نحركو البيض لا ديال الدجاج لا ديال السمان. دروكا ديال السمان مغاديش نحركو حتى دوز 3 ايام، هدا ملي داز اليوم 3 ايام غادي نبداو عملية التقلاب. وفي هاد المرحلة هادي خصنا نوقفو الفرافر، نوقفوهم حتى نقومو بهاد العملية او اي اصلاح داخل الفقاسة. نوقفو الفرافر لان الفرافر الى بقات الفقاسة محلولة كينشفو البيض، البيض كينشف. بعد 18 يوم ان شاء الله ننتظر خروج دفعة جديدة من كتاكيت السمان والدجاج ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الى حلقة قادمة ان شاء الله مع فيديو جديد.